مشاهدينا الأفاضل، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم جنود الإحسان. كالعادة يرافقنا الشيخ عبد الرؤوف قرناب. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك خويا محمد، أهلا وسهلا بك. واليوم ضيفنا ضيف عزيز علينا، سيد أوراري يغرطة، رئيس شعبة الدار البيضاء لجمعية علماء المسلمين. مرحبا بك يغرطة. مرحبا أخي محمد، بارك الله فيك. مشاهدينا الأفاضل، نواصل في مواضيعنا التربوية والتعليمية مع أستاذنا عبد الرؤوف، واليوم يعني موضوعنا هو خلق ذميم مؤثر على العمل الجمعوي، مؤثر على الجمعيات، وربما فرق بين الإخوة، فرق بين بزاف جمعيات في المجتمع ديالنا، ألا وهو خلق النميمة، اللي هو خلق مبغوض. يعني أستاذنا، وشنو هالنميمة؟ يعني معنى نتاعها النميمة، وشنو آثارها السيئة على المجتمع ديالنا؟ بارك الله في أخوي محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتكلم على النميمة لأنه أو باعتباره خلقا ذميما، وذمته تتمثل في كونه مفرقا للجماعات. بعد أن كانت الرحمة قد شملت الإخوة، أصبح الفرقة والعذاب قد فرقتهم من جديد. النميمة هي كلام يقال، والكلام هذا يقال على سبيل الإفساد. يعني الإنسان إذا قيل فيه أنت نمام، يعني ناقد للكلام بغرض أن تفسد بين علاقات المجتمع أو بين الأفراد، أفراد الجماعة الواحدة. هذا الخلق اللي هو خلق الذميمة أو النميمة ذمه الله تبارك وتعالى. قال لنا ربي سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن هؤلاء أو هذا الساعي في نقل الكلام بغية الإفساد، هذا خلق ذميم لا يحبه أو لا يرضاه الله تبارك وتعالى ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. وإحنا عدنا في الإسلام دائما يشجع على الأخلاق الفاضلة، والخلق هو صفة نفسية تدخل في النفس الإنسانية. هذه الصفة النفسية اللي تكون في الإنسان تبعثه على أن يحمل نفسه على المكارم دائما. أما إن أثرت عليه هذه الأخلاق السيئة فإنها تجعل نفسه هذه نفسا سيئة مبغضة، تذهب أو تبحث دائما عن الإفساد. ما هي الآثار السيئة لهذا الخلق، خاصة إذا تحل به الإنسان وأصبح حلية فيه؟ وإذا حبينا نمد مثال واقعي لهذا الخلق، نضرب له مثال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الصدق والكذب. قال: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فينادى عليه يوم القيامة: أيها الصديق. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كذلك النميمة، لا يزال الرجل ينم ويتحرى النميمة حتى يكتب عند الله نماما. ولا يزال الرجل يبتعد عن النميمة ويتحرى الابتعاد عنها حتى يكتب عند الله مصلحا أو صالحا. إذن من تحلى بهذا الخلق قد فسدت نفسه وصارت نفسه إلى الشر أقرب. سيترتب على ذلك آثار سيئة في المجتمع لمن تحلى بهذا الخلق. سبحان الله، احنا عندنا في التراث الشعبي تاعنا، التراث الجزائري، واحد لما يكون ينمم بزاف يوصفوه بهذا الوصف، ولا يكذب بزاف يوصفوه بهذا الوصف، فيقولون الكذاب النمام، وتبقى صفة ملازمة له دائما. بمجرد ما يسمعوا باللي فلان صفته هذه، وش يديرونه؟ يبتعدون عنه. وعلاش يبعدوا عليه؟ لأنهم يعلمون من قرارة أنفسهم أنه ماذا؟ رجل مفسد أو امرأة مفسدة، والفساد تأباه الأنفس الصالحة. فإذا أول آثار النميمة على المجتمع أنها تفسد العلاقات الاجتماعية. إحنا عندنا حديث هذا عنده أثر كبير على المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الجماعة رحمة وفي الفرقة عذاب. كلما كانت المجتمع وكلما كان المجتمع يجتمع على كلمة واحدة كلما نزلت الرحمة، وكلما كان يتفرق كلما انعدمت الرحمة في المجتمع. فكذلك النمام إذا كان أو كانت هذه صفته فإنه سيكون سببا في
افتراق الإخوان، في افتراق الجماعات. وإذا حصل الافتراق بين الجماعات نزل ضد الرحمة الذي هو العذاب. في الجماعة رحمة وفي الفرقة عذاب، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الأثر الأول، أنها تفرق الجماعات. الأثر الثاني أنها خلق ذميم ينبئ على دناءة في النفس الإنسانية، ينبئ على دناءة في النفس الإنسانية. الإسلام جاء لإصلاح النفوس ولرفعتها، لكن إذا تميزت النفس بهذا الخلق فإنها ستدمر أنفسا كثيرة. ودمار الأنفس في المجتمع الإسلامي هو دمار للمجتمع الإسلامي. ونحن نروم مجتمعا قويا بعيدا عن كل هذه الآفات أو عن هذه الأمراض. الأثر الثالث من آثار النميمة أنها تؤدي إلى انتشار الآفات في المجتمع، بل أكثر من ذلك، مش غير تنتشر هذه الآفات وإنما تكون سمة ظاهرة في المجتمع. ربما في المدن الكبيرة ما تظهرش هذه السمة جيدا، ولكن في الدواوير ولا في القرى ولا في المداشر ولا حتى في الاجتماعات الضيقة أو التجمعات الضيقة مثل الجمعيات، نعم، تظهر جيدا هذه السمة، أن الجماعة الفلانية أو الجمعية الفلانية سمتها ماذا؟ قل لك هذوك يا لطيف ماشي ناس ملح، هذوك نمامين يدوا يجيبوا الهضرة، أخذوا الكلام ورده غرضه هنا ماذا؟ الإفساد بين أفراد المجتمع الواحد. بينما نحن مأمورون في المجتمع الإسلامي بماذا؟ بيش؟ بالتكاثف. أتخيل عندك مثلا في الحي الواحد عندك ثلاث أو أربع جمعيات تكاثفت فيما بينها، لا تنتشر بينها أو لا ينتشر بين هذا الخلق الذميم اللي هو النميمة، كيف سيكون أثرها على المجتمع؟ راح تعطينا مجتمع قوي بطبيعة الحال. أما إذا كان الصراع بينها والقتال بينها وتقاتل بينها لأجل المصالح الشخصية فإنها ماذا؟ ستدمر أكثر مما تبني، وهذا للأسف مما ابتليت به كثير من الجمعيات في وقتنا الحاضر للأسف الشديد. نعم. إذن هذه ثلاث آثار رئيسية موجودة في خلق النميمة. الآن خلق النميمة إذا سيطر على العمل الجمعوي ماذا سيحصل أو ماذا سيحدث في العمل الجمعوي؟ سبحان الله، الجمعيات لو نذهب إلى تسميتها، ونحن نبحث دائما أن يكون المسمى أو الاسم عين المسمى، ما دام جمعية حب يقول ماذا؟ هناك جماعة، جماعة هذه تتفق في الأفكار، في التوجهات، في الثمار أو حتى في الفئات التي تستهدفها. تخيل لو انتشرت النميمة فيما بين أعضاء الجماعة الواحدة، سيصير تسمية أو إطلاق اسم الفرادة أو الفرديات أفضل من اسم الجمعيات، وسيكون أثر هذه الفرديات مقتصرا على الأمور الشخصية، على الخدمة الشخصية للفرد الواحد. الشيء الثاني أن النميمة في العمل الجمعوي تزرع خلقا سيئا جدا، هذا الخلق تتصف به النساء. احنا تكلمنا شحال مرة قلنا الرجولة ماذا؟ همة أو خلق نفسي ينزرع في الرجال وفي النساء على حد سواء. أما النميمة فهي تزرع خلقا آخر، ألا وهو خلق الإفساد في العمل الجمعوي. أتخيل أنت مثلا يكون عندك محسنين، هؤلاء المحسنون يتصدقون ويبذلون ويريدون أن يروا ثمار ما يتصدقون به، فلما يرى ذلك الصراع بين هذه الجمعيات ماذا سيحصل؟ إحجام، يتوقف هذا المحسن عن العطاء، وسيتوقف هذا المحسن عن أن يكون له ثقة في هذه الجمعيات. فلذلك الجمعيات مهما كانت هذه الخلق في النفس البشرية لابد لهذا الذي يتعاطى العمل الجمعوي أن يحارب نفسه ويربيها
على أن تكون نافعة للأمة أجمع. نعم. لأن هذا الذي نرومه وهذا الذي نبحث عنه. نعم، هو خلق سيء جدا، خلق لدمر الكثير من الجمعيات. ربما القيل والقال هو من أسباب ومن أكبر المشاكل اللي حبست الكثير من الجمعيات. نروحوا لضيفنا، ومدامنا نتكلم عن الجمعيات، أستاذ أوراري غرطة، رئيس شعبة الدار البيضاء لجمعية علماء المسلمين. عاود نرحب بك أستاذ غرطة. اهلا وسهلا اخي محمد، بارك الله. قبل ما ندخلوا في الحوار، وقبل ما ندخلوا نحكيوا على جمعية علماء المسلمين وما ادراك ما جمعية علماء المسلمين، روحوا نشوفوا رفقة مشاهدينا الافاضل، نشوفوا التقرير حول شعبة الدار البيضاء لجمعية جمعية علماء المسلمين، نعود نقولوا لكم. جمعية العلماء المسلمين شعبة الدار البيضاء هي جزء من الجمعية التي تعد من أقوى وأضخم التنظيمات في الجزائر. ساهمت في محاربة الاحتلال الفرنسي وفي استقلال الجزائر، وما زالت إلى يومنا هذا تقوم بدورها على أكمل وجه. تهتم الجمعية بتربية الأجيال وزرع فيهم قيم الدين الإسلامي الحنيف والأخلاق المحمدية، بتحفيظهم للقرآن والأحاديث النبوية. كما تقوم الجمعية بأعمال خيرية بمساعدة الأيتام والأرامل، وساهمت خلال جائحة كورونا في توفير القفة لذوي الدخل الضعيف، والقيام بعمليات تعقيم وتوزيع كمامات واقية على المواطنين. ستبقى جمعية العلماء المسلمين منارة لنشر العلم والخير والحفاظ على ثوابت الأمة الجزائرية. أطلقت المنظمة الدولية للعمل التطوعي حملة للتدريب والتكوين والتمكين لكل المتطوعين بالعالم العربي وبكل العالم، تحت عنوان حملة المليون متطوع. فأنا تطيب لنا بالحياة. عودة إليكم مجددا مشاهدي الأفاضل، شفنا تقرير حول جمعية علماء المسلمين شعبة الدار البيضاء. أستاذ أوراري غرطة، كيفاش حتى خيرت جمعية علماء المسلمين وما درتش جمعية وحدك؟ علاش يعني هذا الاختيار؟ يعني هذا السؤال حبيت نطرحه لك، لأنه على بالي باش تخير جمعية علماء المسلمين هو الاختيار الصواب دائما، ولكن كاين بزاف جمعيات، علاش خيرت يعني أنتم، علاش خيرتوا جمعية علماء المسلمين؟ والله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هو سؤال يعني وجيه، بارك الله فيك. هي اختيارنا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكما يعرفوا الإخوة وانت قلتها في المقدمة، جمعية العلماء وما أدراك ما جمعية العلماء، فكان اختيار الإخوة اللي كانوا معنا للإسم، وامتداد للشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى، وإيمانا منا بمواصلة يعني مسيرة هؤلاء الرجال الأفذاذ، أردنا أن ننال شرف يعني مواصلة مسيرتهم بإذن الله تبارك وتعالى، وأن نحيي اسم يعني الشيخ عبد الحميد بن باديس في البلدية اللي رانا عايشين فيها، وهي بلدية الدار البيضاء. ما شاء الله. أستاذ غرطة، لو كنت تحدثوا على نشاطاتكم وأعمالكم قبل جائحة كورونا، يعني في البداية ديالكم كيفاش حتى بديتوا، وشنو النشاطات اللي بديتوا بها والأهداف اللي سطرتوها؟ والله جمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعبة بلدية الدار البيضاء بدينا العمل فيها أواخر يعني 2010 شهر ديسمبر. بدينا يعني ككل جمعيات أنه نخدموا، سطرنا فيها أهداف معينة. أهداف جمعية العلماء يعني واضحة، من بينها التعليم، من بينها الأنشطة الثقافية التاريخية. فبدينا بالنشاطات يعني المعروفة، هي إحياء الأعياد الوطنية والدينية، وكذا النشاطات الخيرية حسب الأوقات وحسب يعني القدرة تاع الشعبة. وكذلك يعني اللي كنا ركزنا عليه هو نشاط التعليم القرآني، وافتتحنا نادي الشيخ حمد السحنون رحمه الله تعالى للقرآن الكريم وعلومه. النادي بدأ يخدم من 2011 إلى يوم الناس هذا. الحمد لله النادي قدم يعني عدة أنشطة وعدة أمور يعني خاصة بالقرآن الكريم.
هذا يعني تقريبا انتوما تقري ولا عندكم يعني مدرسين في هذا النادي، وكيفاش حتى الناس يقدروا يتواصلوا معكم باش يسجلوا؟ نعم، هي النادي بالنسبة يعني فيه طور تحضيري وفيه طور يعني اللي يقراوا في المدرسة، عندهم فيهم نشاطات مثل القرآن الكريم ودروس الدعم وكذا، يعني الدورات الخاصة بالأولاد مثل الصروبان وكذا، يعني هذه اللي يعني نركزوا عليها. نادي متكامل فيه نعم. كل اللوازم تاع الأطفال يعني نعم. كل شيء يعني متوفر مجانا يعني. الحمد لله رب العالمين. حتى كان يعني كما تحضيري مبلغ رمزي، يعني ما هوش مبلغ اللي تغطيت يعني بعض المصاريف والتكاليف فقط. ما شاء الله. جات جائحة كورونا، كيفاش حتى تصرفتوا مع جائحة كورونا؟ يعني كامل شفنا الجمعيات ربما هبة كبيرة، ولكن شوفوا شعب الدار البيضاء كيفاش كان التصرف ديالها، كيفاش حتى واجهت جائحة كورونا؟ والله كانت يعني مثل باقي الجمعيات سباقة إلى العمل الميداني، فكان يعني أول شيء هو تنسيق مع الجمعيات المحلية المتواجدة على مستوى بلديتنا، أخص بالذكر منهم جمعية الدار البيضاء المتحدة ودار الحسنة. هذا الجمعيتين يعني قمنا معهم بالتنسيق مع السلطات المحلية، شكلنا يعني مجلس على مستوى البلدية. هذا التنسيق خلانا سطرنا أهداف خدمناهم مع بعض، والحمد لله يعني خدمنا عدة نشاطات من بداية الجائحة إلى يومنا هذا، والحمد لله إن شاء الله ربي يتقبل ويجعلهم في ميزان حسنة. لو تحكي لنا على النشاطات، يعني أعطينا بعض أمثلة يعني النشاطات اللي قمتوا بها. والله كنا بدينا بأول النشاطات يعني هي القفة للمحتاجين والأسر اللي تضرت بسبب هذه الجائحة، يعني كنا درنا قفة لكل عائلة، هذه أول يعني نشاط اللي قمنا به. ثم قمنا بوجبة الطبيب، وجبة الطبيب أيضا اللي كانت كنا نوزع فيها الوجبات على الأطقم الطبية هنا على مستوى المقاطعة تاعنا. هذو يعني النشاطين اللي كنا ركزنا عليهم بزاف في الأيام الأولى إلى رمضان الكريم اللي خدمنا فيه أيضا بقوة، وشاركنا مع تنسيقية متطوعي الجزائر في إطعام الأطقم الطبية والقفة والخرجات يعني القرى والمداشر. شفناكم في مراكز البريد، شفنا يعني تنظيمكم لمراكز البريد، ربما كانت مناطق حساسة وين يكونوا كبار السن يجبدوا المعاشات تاعهم، كيفاش حتى جات الفكرة، كيفاش حتى طبقتوها في أرض الميدان والعراقيل اللي قابلتكم؟ نعم أخي محمد، كذلك من بين النشاطات المهمة اللي شفناها رفقة الجمعيات اللي ذكرناهم سابقا، أنه لازم نخفوا الضغط على مراكز البريد، خاصة وأنه مراكز البريد يتردد عليها أبائنا وأمهاتنا يعني كبار السن، اللي كما تعرفوا تقريب كلهم يعني مصابون بأمراض تاع السكري ولا الضغط ولا. فالحمد لله بالتنسيق مع المسؤولين على مراكز البريد وفرنا الكراسي ودرنا مسافة الأمان يعني بين الناس اللي تجي تدي المعاشات تاعهم، وكان يعني نشاط رائع جدا. فهنا على مستوى مركز البريد بحي الحاميز أو على مستوى مركز الدار البيضاء، الحمد لله يعني كان نشاط مميز. بالنسبة للعراقيل يعني الحمد لله هنا ما كناش نتلقاو يعني بزاف عراقيل، بل بالعكس يعني كان فيها يعني تنسيق كبير مع سواء مع السلطات الخاصة ولا في حد ذاتهم الجمعيات ولا حتى المواطنين اللي يندمجوا في هذا النشاط، ولا هما يجيبوا الماء ولا هما يجيبوا يعني حتى العصير وحتى يعني أمور اللي كيشوفوا والديهم قاعدين في كراسة وكذا. فالحمد لله رب العالمين. رانا نشوفوا يعني حاليا استاد يغرطب اللي الارقام في ارتفاع، ويعني عدد الاصابات كبير، عدد الوفيات كبير، هل عندكم يعني برنامج على مستوى بلديه الضي البيضاء ان شاء الله حتسطروه باش تشوفوا يعني ما هي المشاريع اللازمه اللي تديروها في الميدان؟ نعم اخي محمد، كما يعرف الكثير انه الاعداد رجعت بقوه للارتفاع، يعني هذه الايام نشهد يعني العدد يتجاوز ال 200 و300 يعني حاله في اليوم، عدد الوفيات كذلك، المستشفيات كلها تنادي، راهي تقول لك يعني حتى يعني نعرفوا ناس يعني جيراننا واصدقائنا راهم ياخذوا والديهم وياخذوا ناسهم للمستشفيات
أرى كل المستشفيات يعني أنا نشوفوا فيهم يعني معمرة. نعم. لهذا إحنا راح نرجعوا يعني العام الأولاني اللي كنا قمنا به، وأول حاجة إنه التوعية لازم نعود ونرجع لتوعية المواطنين ونعود ونذكروهم إنه هذا المرض يعني راه مازال موجود، وهذا المرض هذا يا ما راحش، لازم نعود ناخذ احتياطاتنا ونعود نركزوا في يعني في الامر هذا ان شاء الله. صح استاذي غرطه، ماكش تلاحظ يعني رغم يعني عمليه التحسيس والتوعيه ربما في التلفزيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن شوفوا باللي عزوف الناس عن مثلا ما يديروش الكمامه، ولا نشوفوا تجمعات هكذا عشوائيه في الاسواق في كل مكان، يعني وشنو نصيحتك للناس هذوما كيفاش حتتعاملوا مع هذا الوضع؟ والله هي المعروف انه الانسان يعني خاصه احنا الشعب الجزائري الى ما قصدتكش انت يعني انت في بيتك ولا في اهلك فدائما دائما تستصغر الامر هذا، لكن في الفتره الاخيره هذه يعني نعرفوا ناس والله كانوا ما يحسبوش كاع المرض هذا، الان هما اللي راهم ولاو يعاودوا يعني يهضروا مع الناس ولاو يقولوا للناس لازم نلبسوا البافات، لازم نعقموا، لازم ديروا هذه ولازم ديروا هذه. فانا والله غير نصيحتي للناس انها ما تستهزاش وتتخذ الاسباب، على الاقل الانسان كيخرج بالكمامه تاعو ولا يعني يغسل يديه عده مرات قبل ما يدخل للبيت تاعو هذا من السلامه. ولا ما خافش، انا دائما نقولها للناس، الا ما خفتش على روحك ممكن انت تكون شاب بالصحه تاعك الحمد لله، فعلى الاقل على الاقل خاف على والديك، خاف على جيرانك، ما تديش يعني انسان للمرض هذا، خاصه كما يقول لك الانسان مع الضغط اللي راه في المستشفيات ما تاديش بوالديك ولا بجارك انسان كبير للتهلكه، فالانسان يراجع نفسه ويتاخذ الاسباب وان شاء الله ما يكون غير الخير. استاذ غرطه، يعني يتواصلوا معكم مرضى كيف المستشفيات ولا ناس تعاني من مرض كورونا، وشنو الحاجيه تاعهم وش يطلبوا منكم كمساعدات؟ والله يا اخي محمد الفتره الاخيره الشيء اللي يركزوا عليه الناس يعني الاتصالات التي تريدون هذا الاسبوع خاصه هي لزاباري تاع الاكسجين، هو هذا الجهاز الخاص بالتنفس هو اللي راهم الناس تحوس عليه بالبزاف خاصه هذا الاسبوع الاخير، يعني ممكن في اليوم نتلقاو حتى ثلث اتصالات يقول لك والله غير نحتاج الجهاز تاع التنفس لبابا ولا ليما، لهذا يعني نركزوا على هذا على الجهاز هذا. بارك الله فيك استاذ غرطه، يعني نشاطاتكم متعدده ونشاطات كل الجمعيات، من هذه بين الجمعيات وبين المنظمات في الجزائر ولا منظمات دوليه، اليوم حبينا نحكيو على المنظمه الدوليه للعمل التطوعي، اطلقت حمله يعني حمله كبيره حمله المليون متطوع، نشوفوا تقرير على هذه الحمله ونعود نقولوا لكم. أطلقت المنظمة الدولية للعمل التطوعي حملة التدريب والتكوين والتمكين لكل المتطوعين بالعالم العربي وبكل العالم تحت عنوان حملة المليون متطوع. هذه الحملة التي انطلقت من حوالي شهر هي عبارة عن دورات تدريبية مكثفة عبر تطبيق زوم بمشاركة عدة مدربين من بلدان مختلفة وفي مجالات متعددة، ويمكن لكل الجمعيات والمتطوعين الانضمام إلى الحملة بالتواصل مع القائمين على المنظمة عبر صفحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المنظمة الدولية للعمل التطوعي. بالتوفيق للمنظمة الدولية للعمل التطوعي ولكل أعضائها الذين يبذلون من جهدهم ووقتهم لمساعدة أكبر عدد من المتطوعين. بالتوفيق للمنظمة الدولية للعمل التطوعي وبالتوفيق لكل الجمعيات المشاركة في الحملة، ونتمنى أن الجمعيات والشباب الجزائري يساهم ويشارك في هذه الحملة. نقوله لشيخنا عبد الرؤوف قرناب موضوعنا المهم. أستاذنا عبد الرؤوف، لو نحكيه على النميمة يعني ولا حالات يعني ولا قصص باش يشوفوا المشاهدين الكرام يعني الأثر الكبير تاع النميمة سواء بين الجمعيات ولا حتى بالمجموعات ولا في العائلات، أثر كبير خاصة القيل والقال، ربما لا نفرق بين النساء والرجال،
كامل يقدروا يديوا الهضره ويجيبوا الهضره. هذا الشيء اللي دمر بيوت، دمر جمعيات. لو نحكيوا على قصص ولا امثله يعني واقعيه شيخنا على هذا المجال. سبحان الله، الامثله في هذا المجال كثيره جدا، وكثير من الناس يظن انه النميمه ما عندهاش اثار في تدمير المجتمعات. نقولوا بالعكس، بل فيها اثار تدمر العائلات والمجتمعات والاحياء بكاملها. من القصص التي ذكرها غير واحد من الأدباء قصة يعني رائقة رائعة تبين أثر النميمة في تدمير الأسرة. فيه واحد من الناس راح مشى للسوق، هذاك الوقت كان السوق ما يسمى بسوق النخاسين، يعني سوق العبيد لزيسكلاف، يشتري عبدا، والعبيد لما يعرضوا مولاه يعرضوا ويبين العيوب فيه. هذه هي العلاقة التعامل عندنا في الإسلام، لابد السلعة تاعك تبين فيها ما هي العيوب التي فيها. فشاف عبد من العبيد قال له يصلح لكل شيء، يعني خدام، لو كانت تحتاجه في أي شيء تلقاه، إلا أنه نمام، فيه غير حاجة هذا الخلق، هذا فيه النميمة. قال وما تفعل النميمة؟ سأأخذه معي. قال وش راح دير النميمة؟ ينده. فلما أخذه معه وبقى معه مدة من الزمن، وتقدر تقول شهر شهرين، وخبر الأسرة وما فيها. وسبحان الله، قلنا النميمة هي خلق نفسي أو خلق مرضي في النفس الإنسانية. كاين ناس اللي مراض بالنميمة هذه. فماذا فعل؟ ذهب إلى زوج المرأة، يعني صاحب الدار، ذهب إليه، أو قبل ذلك ذهب إلى زوجته. وش قالها؟ قالها إن أردت أن تملكي قلب زوجك، إذا حبيتي تدي قلبه يعني يولي يحبك بزاف، فاذهبي إليه إنما فقصي له شعرات من لحيته. قصي له شعرات منها هكذا بموسى، أعطى لها الموس وقالها غير يجي راح يرقد، قصي له هذه الشعرات. المرأة لسذاجتها ظنت أن ذلك حق، وباين باللي هذه المرأة حابة تحافظ على العلاقة الأسرية تاعها. وذهب إلى زوجها، وش قال له؟ قال له إن زوجتك هذه لها عشيق، وإني لما خبرتها، لما عرفت الحقيقة تاعها، قررت أن تقتلك، فأنت إن خلدت إلى فراشك جاءتك بموسة فضربتك بها، حتى ضربك بها تقتلك. الرجل تظاهر بأنه نائم وينتظر هاد المرة تجي باش، والمرة المسكينة جاية باش تملك، حتى تملك قلب زوجها. فلما رأى الموسى قام إليها فقتلها، فجاء أهل تلك المرأة فقتلوه، فوقع شقاق وفرقة بين عشيرتين كبيرتين. سبحان الله. شو هذا الأثر؟ لا يشعر أو لا يتنبه له أحد، ولكن ماذا؟ هذه نقل الكلام من هنا إلى هنا لأجل الإفساد، هذا معروف معلوم. من بين القصص كذلك ذكرها الأديب الرافعي رحمه الله تبارك وتعالى قصة المرأة والشيطان، وإن كان هذه القصة مستوحاة من ذهن الرافعي رحمه الله إلا أن فيها معاني كثيرة. الرافعي قال: تخاطرت المرأة والشيطان، أيهما يوقع بين الزوجين؟ فقال الشيطان: أنا أبدأ أولا. كي تخاطروا قال شكون يبدأ الأول؟ قال الشيطان: أنا نبدأ الأول. فما زال بهما بين المرأة والرجل حتى يفرق بينهما، فما استطاع أن يفرق بينهما. قال: إني قد أتممت ما كان علي، فلتذهبي فأرينا ما لديك، روحي ورينا وش عندك. فذهبت المرأة فطرقت باب الزوجة، باب بيتها، فلما دخلت عليها قالت: إنني عابرة سبيل، وإني أريد الصلاة عندكم. وقبل ذلك ذهبت إلى زوجها وكان بائع قماش، دت من عنده القماش، قالت له: إني أريد أن آخذ منك أفضل قطعة قماش. قال: سأختار لك أفضل ما لدي. قال: ما تصنعين بها؟ قالت: سأقدمها لابني حتى يقدمها لعشيقته، أحد مدها لوليدي باش يمدها لعشيقته. فلما ذهبت دخلت فصلت ركعتين في بيت تلك المرأة ووضعت قطعة القماش وخرجت. جاء الرجل فوجد امرأة أو قطعة القماش في بيته، فظن بزوجته سوءا
فطردها، هذا ما قتلهاش مش كيما الأول، فطردها فقالت ما بالك إن أنا أردت أن أصلح بينهما. قال له إبليس أما هذه فلا، تقدريش تصلحي بيناتهم. قال صح فرقتي وكنت بارعة في التفرقة بينهما، ولكن لا يمكنك أن تصلحي بينهما. فذهبت فطرقت باب الرجل، باب بيته، فخرج لها الرجل. قالت والله إني قد مررت عليكم البارحة وإني وجدت امرأة قانتة صالحة، وقد أكرمتني أيما إكرام، وقد صليت في بيتها ركعتين، وإني قد تركت قطعة قماش كانت لي، فهل يمكنني أن أستعيدها منك؟ فأعطاها وردى زوجته إليه. شوف يعني كيف الكلام إذا كان بغرض الإصلاح كيف يمكن أن نصلح به، وإذا كان بغرض الإفساد كيف يمكن الإفساد به. ولكن ما هو الشيء الذي يتبقى في المجتمع، وشنو هي الحاجة اللي تبقى يذكر بها الإنسان بخير؟ إن كان من أهل الإصلاح والصلاح، أما إن كان مفسدا فلا يزال الناس يذكرونه بسوء حتى يرث الأرض ومن عليها. شوف سبحان الله، لما كان قارون وفرعون وهامان أهل سوء بقي ذكرهما سيئا إلى يوم الناس هذا، ولما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء بالخير للأمة سواء كانت أمة استجابة أو أمة دعوة فلا يزال ذكره إلى يوم الناس هذا على أنه رجل ماذا؟ رجل خير. وهكذا ينبغي لكل من ترأس أمر جمعية أو أمر أمة أن يكون هذا ديدنه، أن يذكر بخير ما دامت السماوات والأرض. لهذا أنا نتمنى كل الجمعيات حتى أنهم رؤساء الجمعيات خاصة أنهم يتحروا في هذا الأمر. مش أي واحد يجي يقول لك كلام، ينقل لك كلام أنك تآمنه مباشرة، روح تحرى، روح تكلم مع ذاك الإنسان، ربما ويحكي لك عليه راو قال فيك وراو دار لك وراو عمل لك، ولكن هذا الشيء ربما راو كذب، راو يعني راو يلفق لك هذيك الأمور. وهذا الشيء اللي خلى بعض رؤساء الجمعيات حتى ربما يحاوز أعضاء اللي ناشطين وفعالين، ربما بين جمعيتين تلقى جمعية منه جمعية من تلقى أنه ينقل له كلام يقول له قال فيك فلان وقال فيك فلان. يعني هذا الشيء هو اللي دمر بين الجمعيات، دمر بين رؤساء الجمعيات وربما فرقهم. كاين جمعيات حتى أنهم حبسوا يعني العمل التطوعي بتاتا، يعني حبسوا كامل. نعم، شوف هذه المسألة مبنية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في رواية فتثبتوا، مبنية كذلك على حديث عظيم جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا تكونوا عجلة مذايع بذرة فإن وراءكم بلاء مكلحة وأمورا متماحلة ردحة. وش معنى هذا الحديث؟ لا تكون عجلة جمع عجول، هو ليسمع يدي يوصل في ظرف وجيز. المذياع هو الذي يلقي كل ما بداخله، هذا هو المذياع الذي يذيع الأخبار الكاذبة وينقلها من هنا إلى هنا. مذايع بذرة يعني تبذرون بذور الفتن، وين تروح تغرس بذرة، وين تروح تغرس شجرة سيئة، تغرس ذكرى سيئة، تغرس فكرة سيئة. مذايع بذرة فإن وراءكم بلاء، لو كان تتصف بهذه الصفات فإن وراءكم بلاء مكلحة، بلاء أسود. والسواد دليل على ماذا؟ دليل على السوء، دليل على أن هذا المجتمع فيه وبال، سيأتي عليه وبال وستأتي عليه عواصف ستعصف به. فإن وراءكم بلاء مكلحة وأمورا متماحلة ردحة، أمور متماحلة يعني فتنة تنسيك في الفتنة التي قبلها، فتنة مر فتنة. فأنت يا من اختارك الله عز وجل باش تكون في هذا العمل الجمعوي، ماشي كامل الناس تقدر تعمل في العمل الجمعوي. إذا ربي خيرك حاول أنك تبذر بذور الخير أينما حللت وارتحلت مهما كانت الظروف. شوف دائما دير القطن في ودنك باش تقدر تخدم، إذا ما درتش القطن في ودنك ما تقدرش تخدم. لماذا؟ لأن الناس ماذا؟ إذا علوت وارتفعت دائما تشوفك، صح إذا كنت لتحت واحد ما حيشوفك لأن أنا قاعد تحت. أما الذي يعمل لوجه الله عز وجل سيرتفع شيئا فشيئا، وهذه ثمرات النجاح. النجاح لما تطلع الناس قاعد تشوف لك العيوب، تبدأ تشوف لك العيوب، تقول لك فيك العيب الفلاني، فيك العيب الفلاني، فيك العيب الفلاني، وتنقل هذا الكلام فيما بينها. فأنا أنصح كل من تصدر لهذا العمل أن لا يبالي بمثل هذا الكلام، بالعكس مليح يكونوا في جمعية يتبادلون فيما بينهم الأفكار والآراء. معليش تزعف عليا بصح ماشي معناتها أنه نقطع العمل التطوعي اللي بيناتنا، معليش تنقل عليا كلام بصح معليش أروح نتصارحه،
ونتبذلوا، انت تهضر وانا نهضر، ثم بعد ذلك نخرج بقلوب صافية فيكون عملنا متواصلا لوجه الله تبارك وتعالى. وربما حتى لو كان يجي يقول لك باللي احذر من فلان، بلاك ربما نشوفوه هذه يعني عشناها ولاحظناه، انه كيجي يحذرك من هذاك الانسان، هذاك الانسان ربما حيولي اعز صديق ليك ومن اعز اصدقائك يعني في العمل التطوعي. نروحوا مع مشاهدينا الافاضل نشوفوا جندي من جنود الاحسان اللي اليوم عرضناه في حصتنا، علواني زين العابدين، شوفوا هالتقرير عليه ونعود نقول لكم. زين العابدين 33 سنة، متطوع في دار الحسنة لرعاية مرضى السرطان، موظف. بديت العمل التطوعي في دار الحسنة لرعاية مرضى السرطان كان محض صدفة، وجيت باش نعاون المرضى ونوفر لهم حاجياتهم قدر المستطاع. الهدف ديالي باش نطوروا دار الحسنة هذه ويكون مراكز أخرى في ولايات أخرى، ونكونوا أحسن مثال باش على العمل التطوعي. الحادثة اللي جاني نساها اللي جازت عليا هنايا في دار الحسنة هي مريضة اسمها خديجة، هي من ولاية شرف، كانت جوزت حوالي 3 أشهر وهي في مستشفى في العاصمة، وما عندهاش حتى وين تبات، وكانت تبات تما في الدروج، تبات في الجاردة، حتى وراولها دار الحسنة هذي وجبناها جات وقعدت عندنا جوز عندنا حوالي ثاني 3 أشهر هي معنا في دار الحسنة، وقدمنا لها يد المساعدة وهي فرحت بزاف. وجلست معنا جوزنا معها يمت الله يبارك، وان شاء الله ندعيو لها، هي دوكا راحت لدارها، وندعيو لها ان شاء الله تكون بخير، وندعيو تاني بالشفاء العاجل ليها وكاع المرضى السرطان ان شاء الله، وكاع المرضى اللي راهم مرات ان شاء الله. الشخص اللي حبيت نوجه له كلمة هما العائلة اللي يعني شجعوني بزاف، شجعوني باش نواصل في العمل التطوعي هذا ونقدم احسن ما لدي يعني باش نعاونوا المرضى ونعاون الناس اكثر ونكون قدوة لناس واحد اخرين باش يتطوعوا وينشئوا، علاش لا ينشئوا بيوت كيما هذه لرعاية المرضى، ماشي مرضى سرطان، حتى مرضى اخرين. كاين بزاف ناس ما عندهمش اللي يباتوا، ما عندهمش يجوا لهنايا، ما عندهمش حتى قيمة باش يبات في الاوتيل ولا يعني يعاونوهم ويوفروا لهم مكان المبيت. رسالة موجهة لزملائي في دار الحسنة، نشكرهم على العمل اللي عم يقوموا به ونشجعهم كثير، لأنهم يقوموا يمدوا من وقتهم ويجوا ويطيبوا، كاين اللي يجي يطيب، كاين اللي يجي كل واحد باش يقوم بالعمل تاعو، ويعني نشجعهم باش يواصلوا، ونشكرهم لأنهم رحبوا بيا كي جيت، يعني كي دخلت لهنا المرة الأولى. بالتوفيق لزين العابدين وبالتوفيق لكل المتطوعين في الجزائر. نعود نولي لأستاذنا يغرطة. أستاذنا يغرطة، نحكيه على موضوع النميمة اليوم، والموضوع اللي راه شائع بين الجمعيات والقيل والقال، يعني هل شفتوا يعني هذا الخلق، وش تنصحوا على الجمعيات ورؤساء الجمعيات باش يتفاداوا هذا الخلق؟ والله الموضوع هذا ذو شجون الشيخ يحكي، و يعني سبحان الله صحيح الخلق هذا شائع بزاف بين الجمعيات وبين المتطوعين، و شيء هذا يعني شيء مؤسف انه انسان يخدم لله عز وجل وفي لحظه يعني في لحظه تاع ضعف يلقى روحه يعني يدي في كلام ويجيب في كلام، وهو اللي يخليه يعني يدمر عمل او نشاط يعني او يعني مده طويله، يعني ناس تخدم مع بعض وكذا، مجرد انه ينقل كلمه من كلمه، ممكن واحد قالها في لحظه تاع ضعف ولا ينقلها لواحد اخر، فيعني دمر مشروع او يعني دمر نشاط يعني كان عنده عده سنوات، ويدمر حتى جمعيات يعني في حد ذاتها. فهذا خلق ذميم جدا، انا يعني شفناها عده مرات، وشفناها خاصه بين المتطوعين في جمعيه واحده،
وهذا كله راجع يعني لحظوظ النفس وحب الظهور. يعني لما الإنسان يحب يبان على أخوه ولا يشوف أخوه ممكن يدير معه نشاط كيف كيف وهذاك هو اللي يبان وهذاك ما يبانش، فسبحان الله تلقاهم بعد واحد أخر يقول لك شفت هذاك درنا نشاط كيف كيف وهذاك بان أسمه وأنا ما بانش أسمي، ولا هذاك هو ظهر في التلفزيون أنا ما ظهرتش. فتلقاهم سبحان الله يعني يفرقوا ويفشلوا مشروع يعني كان عنده ممكن بالك سنوات والإخوة يخدموا عليه، ثم يعني مجرد كلمة صغيرة ينقلها هذا إلى هذا فيشتت يعني بين هذا في العمل هذا الخيري. فأنا أنصح خاوتي أنصح كل واحد متطوع ولا راه في جمعية أنه يتعالى على هذا الأمور، يعني لا ما بانش في الدنيا هذه يعني راه يبان عند الله عز وجل، يعني ربي سبحانه هو اللي راح يجازيه وهو اللي راح يعليله مقامه وشأنه في الآخرة. يعني وكامل هدف تاعنا أي متطوع ولا أي رئيس جمعية ولا أي عضو في جمعية تقول له وشنو هو الهدف تاعك يعني من هذا العمل، يقول لك أنا أبتغي به مرضة الله عز وجل، نبتغي به وجه الله عز وجل. لهذا ننصح خاوتي أنهم ما يخزروش لهذا الأمور وما ياخذوش ويجيبوا في كلام، حتى لو كان واحد جاء قال لك في صاحبك ولا في عضو معك في الجمعية كلمة ولا ممكن زعف منه ولا ما تنقلهاش مباشرة، كما كان يقول الشيخ مقبيل الأحاديث هذه، يعني الإنسان العجول يروح يستعجل مباشرة، بل بالعكس يعني شوف علاش قال هكذا ولا حاول أنك تخفف منها، حاول أنك تسمع منه، حاول أنك تلاقيه بالشخص الآخر هكذا، يعني حتى تدوب هذه الأمور كامل ونرتقي كامل بالعمل الجمعوي هذا والعمل التطوعي إلى أحسن مشي اللي رانا فيه بإذن الله. وهذه الأخلاق يعني مثل النميمة وكل الأخلاق المذمومة اللي راكم تحاربوا فيها في مدرسة القرآنية اللي راكم يعني تزرعوا في الطفولة، تزرعوا في هذه الأطفال يعني الأخلاق الحسنة وأخلاق القدوة تاعنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما زلنا نحكيه عليه، مثل ما حكينا في الحلقة الماضية النبي صلى الله عليه وسلم القدوة تاعنا، رغم أنه بالرغم من كل الحاقدين يعني في النادي تاعكم كيفاش حتى تتعاملوا مع دراري صغار؟ كيفاش حتى درتوا هذا النادي؟ يعني كيفاش يتعاملوا المعلمين مع الأطفال؟ كيفاش يسجلوا عندكم؟ كيفاش حتى يتواصلوا معكم؟ يعني هل عندكم صفحة في الفيسبوك باش يسجلوا الأطفال عندكم؟ يعني تقريهم هل قرآن فقط أو يعني تقريهم آداب أخلاق هذه الأمور؟ نعم خويا محمد، بالنسبة للنادي نادي الشيخ أحمد سحنون القرآن الكريم وعلومه، هو من المرحلة تاع التحضيري إلى يعني حتى ال 15-16 سنة، التسجيلات تكون دائما يعني سواء على الصفحة الرسمية تاعنا في الفيسبوك شعبة الدار البيضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أو في مقرنا يعني في حي الحاميز اللي عندنا فيهم زوج مقرات، عندنا في حي الشهيد غرزي عمر وكذا يعني في مدرسة تيروش القديمة، هو مقر يعني أعطاه لنا رئيس البلدية، افتتحناه يعني مؤخرا اللي يشرف عليه الشيخ عثمان حميدو وربي يبارك فيه إن شاء الله. الشيخ عثمان حميدو يعني من الإخوة الأفاضل اللي قرأوا علم القراءات وعنده الإجازات يعني في القرآن الكريم في الصغرى والكبرى، يشرف على قسم الإجازات يعني افتتحناه مؤخرا فقط، هذا بالنسبة للإخوة اللي خاتمين القرآن الكريم وحبوا يدوا يعني إجازات سواء في ورش أو حفص أو القراءات الأخرى، فيتفضلوا ويتقدموا للمكتب ويسجلوا عند الشيخ عثمان وإن شاء الله راح يلقاوا الأمور تاعهم يعني اللي يحبوها. بالنسبة للأولاد الصغار الحمد لله يعني من سن 4 سنوات فما فوق، يعني التركيز الكلي للأساتذة هي على الأخلاق والقرآن الكريم والأداب العامة، يعني ما نركزوا على حتى حاجة أخرى، نحاولوا أنه نبرز القيم الإسلامية الآداب الإسلامية، نحاولوا أنه نعلموا الأولاد الصغار يعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو في أبسط الأمور، نعلموهم القرآن الكريم، هذا يعني الزاد اللي راح يكون لهم لما يدخلوا للمدرسة يلقوا رواحتهم متشبعين يعني بقيم إسلامية ووطنية يعني محضة ولله الحمد. بالنسبة للأولاد اللي قرأوا كذلك يعني في المدرسة ويقرأوا عندنا القرآن الكريم، عندنا كذلك لهم حصص يعني في سواء في السيرة النبوية، عندهم حصص في القرآن الكريم، عندهم يعني حصص في المتون اللي خاصة بهم،
الحمد لله يشرفوا عليهم الأساتذة وبرنامج يعني خاص والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. أستاذي غرطة في الختام يعني ماذا بك توجه رسالة للشعب الجزائري ولكل يعني المتطوعين في جمعية علماء المسلمين، وش تقول لهم في الختام؟ والله أولا نشكر كل الإخوة القائمين على جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على رأسهم الشيخ الدكتور عبد الرزاق قسوم وكل أعضاء اللي معاه في المكتب الوطني وكذا في شعبة ولاية العاصمة، وكذلك الإخوة اللي معايا في شعبة بلدية الدار البيضاء. كما أوجه يعني شكري إلى كل من ساهم يعني من قريب ولا من بعيد في كل نشاطات يعني اللي شفتوها في كل يعني خرجاتنا. يعني الإنسان من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فالإنسان دائما يشكر خاوته اللي كان لهم فضل في النشاطات هذوما ولا في هذا المساعدات اللي رانا نقدموهم. كذلك شكر خاص نوجهه لكل الإخوة المحسنين اللي وقفوا معنا يعني من قبل بداية يعني أنا ما نقول لكش يعني من بداية جائحة كورونا، إما نقول لك من عام 2010 إلى يومنا هذا الإخوة المحسنين ساهموا معنا بقوة، ربي يجازيهم كل خير، ربي يبارك لهم إن شاء الله في أموالهم وأهليهم، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. نتمنى لكم كل التوفيق أخي غرطة ولكل المتطوعين في جمعية علماء المسلمين. وصلنا للختام شيخنا عبد الرؤوف، نصائح أخيرة توصلها للجمعيات والمتطوعين خاصة في موضوع القيل والقال ونقل الكلام والنميمة. نعم أخي محمد، احنا دائما ماذا بينا الكلام تاعنا يخرج من القلب يوصل القلب. نعم. وإخواننا في الجمعيات ما لا نسيء بهم الظن، ما نقولوش بما أنهم يتقصدون ذلك. نعم. وإنما ربما هو الجهل، ربما هو الغيرة، ربما بعض الأخلاق اللي نقدروا نتجاوزوه مع مرور الوقت، فقط نصلح هذه الأخلاق. فأنا أنصح كل واحد عنده في زمامه أمر جمعية بعينها أو أمر إرشاد من يذهب للجمعيات، أنه يكون ماذا متثبت في كلامه، في نقل كلامه، متثبتا في إيصال المعلومة كما هي، مهما كانت الأخطاء بيناتنا فيمكننا أن نسترها ثم ننشر بدلها خيرا من ذلك. لأنه وش راح نستفاده إذا انتشرت الأخبار السوء عند الجمعيات؟ ما الذي سنستفيده؟ لن نستفيد إلا نارا وحطاما يدمر المجتمع. بينما إذا نشرنا الكلام الحسن والكلام الطيب والكلام الذي يبعث على التفاؤل، صح تكون عندنا خير كبير جدا في المجتمع، سيستفيد الجميع من هذه الجمعيات وسيكون لها أثر بالغ وظاهر وواضح في مجتمعنا الجزائري، وهذا الذي نرومه ونبحث عنه. نسأل التوفيق والسداد للجميع بإذن الله. شكرا أستاذ عبد الرؤوف، شكرا يغرط على تلبية الدعوة. مشاهدينا الأفاضل، وصلنا لختام هذه الحلقة، نعود ونلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم جنود الإحسان. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.